بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، سعادة حسين لوتا مدير عام بلدية دبي، سعادة عبد الله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الحواري المعرفي الذي ينظم بعنوان الكفاءة الحكومية وكيف نحافظ على المركز الأول، والذي يأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات والملتقيات الحوارية الدورية التي ينظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز مفاهيم الإدارة الحديثة ومفاهيم العمل الحكومي بشكل عام، وبلا شك بمشاركة كوكبة من القيادات الحكومية والخبراء والمختصين في موضوع الندوة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان أول من شارك في أول ندوة معرفية نظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز قبل 18 عام، وأكد صاحب السمو على أهمية هذه الندوات في كتابه رؤيتي. قال صاحب السمو إن البرنامج يؤدي المهمة التي تأسس من أجلها بنجاح، وسأستمر شخصيا في متابعة نشاطه أولا بأول، وتابع نحاول على الدوام تطوير عمل البرنامج، ونتطلع إلى زيادة اهتمام الدوائر بندواته ودوراته التدريبية، وإلى مشاركة المديرين ورؤساء الأقسام جنبا إلى جنب مع موظفيهم لكي يكونوا قدوة له. وهذا اليوم نشوفه على أرض الواقع، وهو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وإن شاء الله سيستمر لما له من نتائج طيبة تنعكس على مثل هذا الحضور الطيب. نحن عندما نتحدث عن حكومة فعالة وكفاءة حكومية، فنحن لا نتحدث من واقع نظريات، بل نتحدث من واقع أرقام ومواقع أفعال وأعمال متجسدة إقليميا وعالميا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بفضل القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحقيقة كل القيادات الحكومية وكل موظف حكومي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة الحكومية. واسمحوا لي أن أذكر لكم ونحن نتحدث اليوم عن الكفاءة الحكومية بعض الأرقام التي حصلت عليها دولة الإمارات في عام 2014 والنصف الأول من عام 2015، ومثل ما شفنا مؤخراً حصلت الإمارات على في الأيام القليلة الماضية على المركز الأول إقليمياً في مؤشر دول المستقبل، والمركز الأول عالمياً في استقطاب الكفاءات العالمية. ويوم أمس تحدثت مع الأخوة في مجلس الإمارات للتنافسية، والأخ عبد الله سعادة الأخ عبد الله لوتا أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية، وحقيقة وفر لي تقرير في أفضل 10 مراتب أو مراكز لدولة الإمارات في مؤشرات التقارير العالمية. ولكن بما أن نحن اليوم نتكلم عن تحقيق المركز الأول، أنا اخترت فقط القطاعات اللي أحرزت فيها الإمارات المركز الأول. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصحي أحرزت الإمارات المركز الأول في 3 مؤشرات عالمية، وفي قطاع الأعمال أحرزت الإمارات المركز الأول في سهولة توظيف العمالة الأجنبية على سبيل المثال، وفي قطاع التعليم أحرزت دولة الإمارات المركز الأول في 5 مؤشرات عالمية، وفي قطاع البيئة أحرزت الإمارات المركز الأول في الحفاظ على البيئة، وفي قطاع البنية التحتية أحرزت دولة الإمارات المركز الأول في 5 مؤشرات عالمية، وفي قطاع السياحة أحرزت أيضاً المركز الأول في 3 مؤشرات عالمية، وفي القطاع الصحي في مؤشرين عالميين، وقطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات أحرزت الإمارات المركز الأول في 3 مؤشرات عالمية على سبيل المثال، منها استخدام التكنولوجيا والمعلومات والاتصال والكفاءة الحكومية له موضوعنا اليوم.
وأخيرا قطاع الأمن والعدل أحرزت الإمارات المركز الأول في قلة انتشار الجريمة المنظمة. وحقيقة هذه الأرقام تعطينا فكرة ومؤشر عن مدى الكفاءة التي تعمل بها حكومة دولة الإمارات. وإن شاء الله اليوم بنستمع من متحدثينا تفاصيل أكثر عن هذه الكفاءة وكيف تحققت هذه الأرقام ومفاهيم الكفاءة الحكومية من واقع العمل المؤسسي. أنا ما بتكلم عن دور برنامج دبي الأداء الحكومي في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة الحكومية، لأن لاحظت الدكتور عبد العزيز إن شاء الله بيتطرق لهذا الموضوع وعن دور فئات البرنامج ومعايير البرنامج في رفع الكفاءة الحكومية، ولكن بشكل سريع بتكلم عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى عن فعالية وكفاءة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز من وجهة نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وحقيقة صاحب السمو أكد في أيضا في كتابه رؤيتي: من يدرس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز سيكتشف شيئا مدهشا في عالم الإدارة. خبراء الإدارة الذين قالوا في مناسبات عدة أن البرنامج يمثل ثورة في الإصلاح الإداري ليس على مستوى الوطن العربي فقط بل على مستوى العالم لم يبالغوا. هذا صاحب السمو أكد في كتابه رؤيتي، وتحدث عن الأسباب حقيقة اللي أدت إلى هذه الثورة الإدارية وهذه الكفاءة الإدارية بشكل عام. النقطة الثانية وهي أهمية الكفاءة والفعالية في العمل المؤسسي، وهي تعتبر أساس أي عمل مؤسسي نقوم به. وحقيقة هذا المفهوم مثل ما شفنا قبل شوي من خلال الأرقام يرتبط ارتباط مباشر بتحقيق المركز الأول وتحقيق مراكز متقدمة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمتعامل أو للمجتمع في نهاية المطاف. طبعاً لما نتكلم عن الفعالية فهي تعني قدرة المؤسسة على تحقيق الأهداف المخطط لها، والكفاءة هي تحقيق هذه الأهداف بأقل الموارد سواء الموارد البشرية أو المالية أو التقنية وبالفترة الزمنية المخطط لها. فإذا كانت هناك فعالية مع غياب الكفاءة فلا يمكن للأهداف أن تتحقق بالصورة الصحيحة، وهذا يعني أن استخدمنا كثير من الموارد للوصول للهدف أو استغرقنا وقت أطول للوصول للهدف. وإذا كانت هناك كفاءة مع غياب الفعالية فهذا يعني أننا أنجزنا المهمة أو المشروع بالشكل المطلوب وربما بأقل موارد وربما بزمن قياسي ولكن بدون وضوح الرؤية والهدف. ومثال على ذلك بأذكر لكم قصة سريعة حدثت في معرض دبي للإنجازات الحكومية مؤخراً اللي نظم برنامج دبي الأداء الحكومي في شهر 4. عرضت على مجموعة من المدراء العموم مبادرة دبي للتدريب الذكي، وأتكلم أنا عن هذه المبادرة وكيفية أن هذه المبادرة هي مبادرة الأولى من نوعها وفريدة وتحقق كفاءة عالية. وقاطعني أحد المدراء العموم وسألني سعادة اللواء خميس مطر بن مزينة، قال هذا الكلام ما منه فائدة. فقلت لي ليش ما منه فائدة؟ قال كم شخص مسجل في هذا التطبيق؟ وحقيقة لازم كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال عند إنجاز أي عمل وهو يحس أنه أنجزه بكفاءة، هل فعلاً تحققت الفعالية في هذا المشروع أو لا؟ وطبعاً في وقتها كان إطلاق تجريبي وفقط كان 180 موظف مسجل في هذه المبادرة وهذا التطبيق. الحمد لله اليوم خلال 3 شهور أكثر عن 1500 موظف مسجل في هذه المبادرة، وإن شاء الله العدد بأزدياد. وهذا ينطبق على أي تطبيق وأي خدمة ذكية. ما الفائدة من تحول الخدمات الذكية إلى خدمات ذكية 100% وما زال هناك طوابير من المتعاملين في المؤسسات الحكومية؟ وأخيرا كيف تكون أو ماذا يحدث عندما تغيب الفعالية وتغيب الكفاءة الحكومية؟ على سبيل المثال إذا كانت هناك منصة كمنصة التدريب الذكي وتم إيجاد منصة مماثلة لأداء نفس الغرض وتؤدي إلى ازدواجية في العمل فهنا تغيب الكفاءة وتغيب الفعالية. باسمكم جميعاً نشكر متحدثينا ونشكر سعادة حسين لوتاء، ونتمنى لكم يوم مليء بالمعرفة والتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.